17 سنة ونيف مرت على تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، وما تزال ذاكرة عادل تختزن تفاصيل الحدث التي ضمنها في كتاب يحمل عنوان وعد الآخرة، يلخص فيه رحلة التراجع عن التطرف. بعد عمليات 16 مايو الأليمة أصدر قانون الإرهاب، ودخل المغرب في الاستراتيجية الثانية والمرحلة الثانية التي كانت تحاول اجتثاث الخلايا والمجموعات الإرهابية، سواء كانت التي تعمل بشكل سلوكي عنيف أو التي كانت تدعو إلى الإرهاب. في المرحلة الثانية كان يركز المغرب القبض على الخلايا التي تصدر المقاتلين المغاربة إلى بؤر التوتر. منذ العام 2003 سن المغرب قانونا خاصا بالإرهاب، واعتمد سياسة أمنية استثنائية ارتكزت على العمليات الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها، والحصيلة تفكيك حوالي 200 خلية واعتقال أكثر من 1000 شخص حتى اليوم حسب إحصاءات رسمية. قد نتفاجأ يعني بالحجم ديال التدخلات وبالنجاح ديالها، ولكن أكيد أنه كاين عمل في الخفاء، كاين عمل، كاين تنسيق مع الدول المجاورة المحيط الإقليمي، يعني باش كنوصلوا لهاد النتائج اللي تيوصل ليها المغرب اليوم وتتبوأ بها يعني مكانة جد متميزة. موازاة مع ذلك، اعتمد المغرب أيضا إصلاح المجال الديني في محاربة الإرهاب بنشر قيم الوسطية لتحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، كما وضع برنامج للمصالحة لتأهيل السجناء أخلاقيا وسلوكيا تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع. لدينا مؤسسة إمارة المؤمنين، هذه مؤسسة قوية وتقليدية ولديها نوع من الكاريزما ومن الشعبية لدى المغاربة. أعتقد أن الدولة هذه فرصتها لكي تفرض شرعيتها الدينية من خلال المصالحة. استراتيجية مكافحة الإرهاب في المغرب امتدت إلى تقوية تبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في العديد من دول العالم. تعتبر سنة 2020 سنة تتويج تجربة ناجحة من الجاهزية واليقظة الأمنية في المغرب لمحاربة الإرهاب برأي مراقبين، لكن حقوقيين ينتقدون ظروف الاعتقال في السجون المغربية ويصفونها بالقاسية. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط.